التوت اللي عندنا رائع، في حوالي نصف كرتونة من كل نوع للطارد. أسماء، ممكن تيجي تساعديني في تجهيز الطارد؟ وانت جاية جيبي الطارد من التلاجة. أوكي، حطيه هنا. زي ما انت شايفة سيبناها في التلاجة ترتاح فبقت متماسكة. عندي هنا شوية مربى فراولة، عايزك تديني أعلى كعكة، ولما نخبزها هتكون كريمة اللوز على وشها، ويبقى كمان التوت على وشها والمربى، بس برضو هنلاقي شوية مربى في القاع. طارق، انت جيت. ايه الاخبار؟ ممتازة. وعشان احنا حطينا المربى في القاع هنحط خليط كريمة اللوز بالمعلقة، هنحشيها كلها. دلوقتي هنحط التوت. عايز منك يا اسماء توزعي التوت مع الفراولة والعنب. شكلي مش المهم كلهم، حوالي نص. اوكي، حوالي نص افردهم. اعمل اللي انت عايزاه. اوكي، لما نحطهم على وش كده عايزك تدخليهم جوه شوية، بس مش تدخليهم على الاخر. خلي شوية برا وشوية جوه عشان هتعلى العجين حوالين التوت لما نخبزها. اوكي، حطيها في الفرن، هنخبزها في حوالي 30 او 40 دقيقة في درجة حرارة 180. طيب يا شباب، تارت الكريمة اللوز جهزت خلاص، استنوا شوية عشان اطلعها. اوكي. واو، ريحتها روعة. حاجة اخيرة لازم نعملها وهي خاصة بالتقديم، هنزينها بمربى الفراولة وده هيديها لمعة. شكلها جميل جدا. اوكي شباب، عشان نقدمها لازم نطلعها من صينية الخبيث. دلوقتي هنحط انواع كتيرة من التوت. زي كده. جهز لي الكريمة يا طارق. اوكي، حد ما اقطع التارت. واو، روعة. احنا دلوقتي هنحط على التارت الكريمة يا طارق اللي بقت زي القشطة. اتفضل حط شوية من الكريمة. دلوقتي بقت جاهزة، شوف جمالها. وكده بنكون خلصنا درسنا في اكس جروب، والسلام عليكم.